فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم لم يلتقطوا حتى يكون عدو، لا، هم التقطوه لماذا؟ من أجل يكون ابن لهم، عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. لكن قال العلماء هذه اللام لام الصيرورة، النتيجة أن فعلا هو عدو لفرعون وسبب الحزن لهم. لكن سبحان الله، نية زوجة فرعون نيتها طيبة، منعت قتله، ولكن يريد أن يقتله فرعون، لأنه ولد بنفس السنة التي يولد فيها ويقتل فيها من يولد، فتدخلت واستطاعت أن تنجح. تصور امرأة ضعيفة عليها السلام، ومع ذلك هذا الطاغية المجرم استطاعت أن ترده عن فعلته. إذن المرأة تستطيع أن تمنع زوجها من أشياء كثيرة إذا أحسنت الأسلوب. تصوروا تقول لزوجة قرة عين لي ولك، هذا التلطف مع فرعون، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وفعلا تركه فرعون. فإذا كم تستطيع من الأخوات الأمهات الزوجات أن تعدل من مسيرة زوجها أو ابنها بشرط أن يكون أسلوبا لطيفا. فأكرمها الله ليس فقط أن تؤمن، أن تكون من النساء اللاتي كملن. ولما عد النبي صلى الله عليه وسلم من كمل من النساء عد مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، لأن نيتها كانت طيبة. إذا النية الطيبة بالأسلوب الصحيح يكون آثاره، وجعلها الله مثلا للآمن.